مرحبا بكم إلى فقرة موضوع النقاش. دق عدد من خبراء التعليم ناقوس الخطر في ظل ازدياد نسبة الأمية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين عودتها إلى منطقتنا العربية حسب لغة الأرقام التي تشير إلى أن نحو 21% أمي من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 350 مليون نسمة، وهو رقم مرتفع عن المتوسط العالمي الذي يبلغ 13.6%، وبذلك تعد عائقا أمام التنمية وبناء اقتصاد قوي لأي دولة طبعا في الوطن العربي إجمالا. تزامنا والاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية المصادف لمثل هذا اليوم من كل عام، نتساءل عن فشل هذه الدول في التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة رغم تقدم البرامج الحكومية ودور المنظمات الإقليمية المتخصصة في محاصرتها حتى عام 2000، كما نسأل عن انعكاساتها مستقبلا إذا ما استمرت في هذا الاتجاه على مسارات التنمية المختلفة. لمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ الهاشمي عرضاوي، أخصائي تربية وتعليم ومنسق برامج ومشروعات بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أقول من تونس عبر سكايب. بداية مرحبا بك سيدي الفاضل. شكرا جزيلا سيدي، وصباح النور لك ولكل العاملين في قناتكم المتميزة. إذن سيدي، يعد اليوم العربي لمحو الأمية فرصة حقيقية للوقوف على مدى الإنجازات التي طرأت على معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة على المستوى العربي، فهل يمكن الحديث عن ذلك في ظل هذه الأرقام المشار إليها في البداية؟ شكرا جزيلا. كما تفضلتم بالإشارة إلى ذلك، نحن اليوم في مناسبة وهو الاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية الذي يصادف دائما كل عام 8 يناير أو 8 جانفي. هي مناسبة للتنبيه تنبيهنا جميعا بضرورة العمل ومضاعفة العمل من أجل القضاء على هذه الآفة الاجتماعية ذات التداعيات الاقتصادية الكبيرة على أوطاننا. رغم الجهود التي بذلتها الدول العربية منذ استقلالها، وهي جهود معتبرة ومثمنة في هذا المجال، فما زالت الأرقام عالية، وما ضاعف هذه الأرقام أو ما أكد خطورتها هو أننا في السنوات الأخيرة في العشرية الأخيرة بدأنا نتحدث عن العود إلى الأمية، وهذا سببه ظاهرة كذلك مؤسفة مؤلمة، هي ظاهرة التسرب من المدرسة، ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة لأسباب كثيرة، منها الاجتماعي والاقتصادي ومنها كذلك التعليمي. فالفرصة التي تتاح للطلاب اليوم، فرصة التعليم والتعلم، ليست بالجودة المطلوبة التي تجعل هؤلاء الطلاب الذين انقطعوا لهذا السبب أو ذاك يتمسكون بالمدرسة ويداومون التعلم، إضافة إلى أسباب يعني موضوعية، اضطرابات شهدتها بعض دول المنطقة أثرت بشكل واضح على هذا الموضوع. ملايين الأطفال والشباب انقطعوا عن الدراسة بأسباب الاضطرابات، بأسباب الحروب، وغادروا مدارسهم، جزء كبير منهم عاد إلى الأمية وغذى الأرقام القديمة. اليوم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومع المنظمات الدولية والعربية وأساسا بالتنسيق مع الدول العربية، الجميع يعمل من أجل الالتحاق بالرقم، لأن ثمة مجموعات أخرى في العالم، مجموعات ثقافية من دول أخرى، استطاعت أن تحقق الأرقام المطلوبة وأن تصل إلى الأهداف المنشودة. اليوم لابد أن نعمل بوتيرة أعلى وبمناهج أرقى، ولنا أطر
أطر محلية على مستوى كل دولة، ولكن كذلك أطر عربية ضمن الإطار العمل العربي المشترك، وأطر دولية. وهنا أذكر يعني السنة الفارطة انعقد المؤتمر الدولي السابع لليونسكو للأمم المتحدة لتعليم الكبار، لتعلم الكبار وتعليمهم، وانتهى إلى إصدار جملة من التوصيات أهمها هو إطار عمل تعليم أو تعلم الكبار وتعليمهم، إطار عمل مراكش. هذا يستمر إلى العام 2030، وفيه مقاربة جديدة وفيه توجهات جديدة، كلها يطالب بضرورة التخلص من الأمية وترقية منظومة تعلم الكبار وتعليمهم وفق منظور جديد قديم جديد. هو في واقع الأمر هو أن التعلم مدى الحياة حق لكل مواطن في أوطاننا، ولابد أن تعمل المجموعة العربية وتعمل الدول في هذا الاتجاه، تضمن فرصة التعلم مدى الحياة للجميع على أساس أنه حق، ولكن على أساس أنه فرصة لتنمية أوطاننا. نعم. فالاستثمار في محو الأمية وتعليم الكبار هو استثمار في الإنسان أولا، ولكن استثمار في تنمية الأوطان. ممتاز. طيب، عددت منذ قليل بعض الظروف التي تواجهها المنطقة والتي ربما أدت إلى عودة الأمية بين أوطانها، لكن سؤال آخر في نفس السياق أستاذ عرداوي، ماذا عن مسؤولية الحكومات العربية في تفعيل ربما الخطط البديلة لتحقيق أهداف مبادرة العقد العربي لمحو الأمية والتعليم؟ صحيح، هو العقد العربي لمحو الأمية هذا عقد يعني ينتهي بحدود 2024، وتنسق أعمالها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع الدول العربية. في خارطة طريق لهذا العقد ثمة خطوات أنجزت، ولكن المطلوب منا جميعا هو أن نحدث هذا الانسجام بين الخطط والاستراتيجيات الوطنية والخطط والاستراتيجيات الإقليمية والدولية. فثمة مسارات، مسار محلي وهذه مسؤولية الدولة ومسؤولية المجتمع في هذا القطر أو في ذاك، ولكن ثمة مسؤولية كذلك عربية تتحملها منظمات العمل العربي المشترك ومنها الأليكسو، ومسؤولية دولية. اليوم الارتقاء بالتعليم وضمان حق التعليم هو أحد أهداف التنمية المستدامة وهي للجميع، الهدف 17، ودولنا العربية لها خططها ولها استراتيجيتها في تحقيق هذا الهدف، الهدف الرابع من أهداف التنمية، وبغاياته جميعها، ومن تلك الغايات الغاية السادسة المتعلقة بمحو الأمية وضمان فرص التعلم الجيد والتعليم المستدام لأكبر عدد من الكبار والشباب، يعني المتعلق بالغاية المتعلقة بموضوع حديثنا اليوم. نعم. الملاحظ أيضا فيما تعلق بمسؤولية الحكومات العربية هو مدى إحداث برامجها لتفاوت في المنطقة بخصوص محو الأمية، فهل هذا الاختلاف ربما راجع لتحديدات الأمية ومقاييسها بين كون الأمية هي العجز عن القراءة والكتابة، أو كونها العجز عن استخدام الكمبيوتر، أو عن كونها الأمية الوظيفية، أو مفاهيم حديثة عن الأمية هو ربما ما يجعل التحديات أكبر بالنسبة لبقية الأوطان؟ شكرا جزيلا لك على هذه الملاحظة. صحيح، مفهوم الأمية اليوم يتسع، ويعني مستويات، نبدأ بالأمية الأولى الأبجدية، أمية وظيفية، أمية ثقافية، أمية رقمية تكنولوجية، ثم تتفاوت بين الدول العربية، هذا صحيح.
لا يعني أن بعض الدول قد تراخى، لا ليس هذا، ولكن كذلك ثمة سياقات وثمة إمكانات وثمة أولويات، ثمة إمكانيات مادية حقيقية. يعني بعض الدول العربية استطاعت الآن أن يعني تصل إلى تقريبا إلى درجة صفر أمي، وتشتغل على مسألة المهارات الرقمية، مهارات القرن 21، وتمكن الكبار من هذه الفرصة، وتربط، وهذا مهم جدا، تربط برامج تعليم الكبار وتعلمهم بمشاركة مواطنيها في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية. بعض الدول تواجه بعض الصعوبات، ولكن بالجهد الجماعي وبالالتزام الجماعي. هي مسؤولية، لماذا؟ لأن عدد الأميين في بلد ما يجاور بلدا آخر تخلص من الأمية، ثمة تأثير للبلد الأول على الثاني. أنت اليوم تتحدث عن الهجرة، تتحدث عن المشاكل. نعم فعندما نوطن ونمكن الجميع، وخاصة الشباب الذي غادر المدارس ولم يكمل، عندما نعطيه فرصة ثانية ليستعيد إمكانية التعلم في مراكز تدريب وتكوين مهني، مراكز لتطوير الكفايات، نمكن له بهذا الشكل، يمكن أن يساهم في تنمية موطنه ووطنه، ونقلص من حدة المشاكل وتأثيراتها على الوطن وعلى أوطان أخرى مجاورة. فالعملية الآن هي عملية مشتركة، صحيح التزامات الدولة والتزامات كل دولة اليوم في مجال التعليم هو الوصول إلى ضمان الحق في التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع مدى الحياة بحدود العام 2030. ثمة صعوبات، ما في ذلك شك، ولكن ثمة وعي وثمة رغبة في أن نحول الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، وأن نتخطى أحيانا بعض الصعوبات التي لم نختارها، الاضطرابات والمشاكل هذه، لا احنا دولنا لم تختار هذا، صحيح ولكن الآن هي اختارت أن تتحدى هذه الصعوبات وأن تمكن. وثمة برامج حقيقية في نعم دولنا العربية يمكن أن تساعد على بلوغ الأهداف. طيب، بالحديث عن البرامج ربما وكذلك عن المقاربات التي أشرت لها منذ قليل في طرحك، ما هي الخطط ربما التي هي خطط، نتحدث عن خطط بديلة يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، لا سيما الهدف الرابع منها الذي ينص على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع دون تمييز؟ نعم، كل دولة عربية التزمت بإطار الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة كدول العالم، ومن هذه الأهداف كما تفضلت الهدف الرابع، وكل دولة عربية لها رؤية الآن أو خطة أو مخطط وطني لتحقيق مجمل الأهداف التنموية في بحلول العام 2030. موضوع محو الأمية، واليوم نتحدث عن تعلم الكبار وتعليمهم، يدرج ضمن الهدف الرابع. يعني الآن على مستوى السياسات التعليمية يعالج محو الأمية، هذا الموضوع، وتعلم الكبار وتعليمهم ضمن مخطط الدولة لتحقيق الهدف الرابع، ضمن إطار عملها على تحقيق الأهداف جميعها. هذا ماذا يعني؟ يعني أن مسؤولية محو الأمية وتعلم الكبار وتعليمهم بالشروط المطلوبة ليس مسؤولية قطاع ما، مسؤولية التربية والتعليم، لا، هو مسؤولية المجتمع كله. نعم وهنا نتحدث عن مقاربة متعددة القطاعات في هذا الموضوع. قطاعات الفلاحة، قطاعات الصناعة، قطاعات الصحة، كل القطاعات من الضروري أن تعمل وفق رؤية الدولة على تجاوز، على تحرير الأميين ما تبقى منهم، وعلى تجويد منظومة تعلم الكبار وتعليمهم، وربط هذه المنظومة بمسألة التنمية ومسألة المشاركة ومسألة ضمان الحقوق لكل المواطنين.
ماذا عن أهمية مراجعة المناهج والطرق البيداغوجية لتعليم الصغار تفاديا طبعا لانتشار الأمية في مستقبلا في الوطن العربي، وربما تحضيرا للأجيال الصاعدة للاندماج في عصر التكنولوجيا، وكذلك ربما محاصرة الأمية الوظيفية؟ صحيح صحيح. في شهر سبتمبر انعقدت قمة الأمم المتحدة للتعليم تحت عنوان تحويل التعليم. الأزمات المتتالية على دول العالم ومنها الأزمة الشاملة، الأزمة الدولية، أزمة الصحة كوفيد-19، جعلت العالم ينتبه إلى من الضروري الاشتغال على التعليم، ووضع التعليم على رأس عناوين الأجندة العالمية على مستوى الأطر السياسية، الأطر الاقتصادية، الأطر المالية. اليوم التعليم هو في رأس جدول أعمال المؤسسات المالية، البنوك الدولية، ويوضع اليوم الأمم المتحدة وضعت التعليم على رأس جدول الأجندة السياسية لقادة العالم. مراجعة المناهج، مراجعة الكتب، يعني تكوين تدريب المعلمين حتى يساعدوا طلابهم على امتلاك المهارات الأساسية التي تمكنهم من الاضطلاع بأدوارهم الاجتماعية والسياسية والتنموية في أوطانهم، خلق بيئات ملائمة للتعلم والتعليم. كل هذا يضبط اليوم على المستوى المحلي، دول تشتغل على هذا، على المستوى العربي الإقليمي، ولكن على المستوى الدولي ضمن إطار العمل التعليم 2030، ولكن ضمن آليات دولية، ومنها هذه الآليات اليوم نتحدث عن متابعة التقدم في تحقيق الهدف الرابع والعمل على تحويل التعليم على مستوى المدارس، على مستوى مهنة التدريس، على مستوى المناهج، على مستوى التحول الرقمي وتحويل تمويل التعليم. من الضروري أن نفكر في رفع الميزانيات المخصصة للتعليم، أن نبحث عن آلية جديدة حتى نمكن للتعليم، لأن التمكين للتعليم هو الذي يمكن لبقية القطاعات. مجتمعات تصنع الثروة، يعني تستطيع أن تنشئ التمدن والقوة والقدرة، وتشارك الآخرين في الفعل الحضاري بالمعرفة والتكنولوجيا والعلوم، وهذه كلها سبل يقود إليها التعليم الجيد والتعلم المستدام. نتمنى إذن التوفيق لمنظمتكم في تحقيق كل هذه الأهداف من أجل صالح أجيال الأوطان العربية والاستثمار فيها لضمان تنمية مستدامة طبعا في هذه الأوطان، كما نتمنى للبرامج الحكومية النجاح في كل مخططاتها من أجل الهدف الواحد والوحيد، القضاء على الأمية. شكرا لك الأستاذ الهاشمي عرضاوي، أخصائي تربية وتعليم ومنسق برامج ومشروعات بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، كنت معنا من تونس عبر سكايب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعود بكم مشاهدينا اللحظة إلى البلاتو لاستكمال ما تبقى معنا من فقرات كثيرة متجددة المواضيع، دائما بين التكنولوجيا، الثقافة والاقتصاد وغيرها من المحطات، لذلك لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.